لن انسى ان شاء الله ولم ولا انسى احلى قصه حصلت في حياتي وانا مدرس، احلى حاجه حصلت في حياتي وانا مدرس. بنت عمي مش هقول اسمها عشان التصوير، دكتوره والنهارده كليه طب اسنان وعندي على صحتي وفي اخر سنه وما شاء الله من المتفوقين جدا. لما لقيت حاجه لقصتها قالت لي انت علمتني جبر الخواطر. في يوم في يناير ايام ما كان في شتاء في الاوقات دي نازله من حصه فيزياء مخنوقه كالعاده، فقامتها جت خدتها فقالت لها ماما انا عايزه اخرج. روحي فين؟ قالت لها انا اروح محطه الرمل. فراحت مع والدتها محطه الرمل قالت لها طب ما تيجي نجيب شوز عشان الجسم بتاعتي مقبومه خرمه نتيجه. ربنا شاهد على كلامي يعني. قلت لها يعني انا هبقى لابسه جزمه فيها خرمه في الشتاء والميه تدخلني؟ لا ازاي؟ كل صغيره خالص ما يبانش. فجاب لي شوز. البنت بتقول لي ماما استلمتني كل سنه. واحنا داخلين البيت جارت الدكتوره ديت البنت كنت استاذنتها واحكي اسمها والله. جارتها هي من المدير وهي لما هتشوف الفيديو هتعرف ان انا بتكلم عليه. لظروف ما باباهم مش موجود لما تعرفوا السبب، السبب اصعب. زميلتها دي طالبه عندي برضه ظروفها تحت السبب. كلنا بنتعرض لظروف بس السبب ان باباها وهو اللي اتجوز اختها الكبيره كان ماضي وصولات امانه، وعارفين اغلب المصريين بيتجوزوا بالتقسيط وحاجات كده. فالوصولات دي ما قدرتش يسدها، فاللي بيحصل ان اي تاجر من كتر ما الناس ياما مصرف عليه بقت الناس تتخانق وما بتعذرش يودي للسجن. دي حاجه في القانون في دين اسمها الغالبين. فالاب مش موجود. صاحبتها دلوقتي اليوم ده كانت الدنيا بدات تشتي. شوف بقى الانشاء السابع عليه. فالبنت الثانيه ماشيه قدامها والدنيا كانت تشتي. ودي جايبه شوز. دايما احب حاجه لقلبك هي اقدر حاجه انت بتعملها. طلعوا قدامها على السلم وهم بيتكلموا عليها جت على رجليها لقيت رجليها كلها طيبه وصبرت. بتقول لي سيناريو ضرب ويل. يعني انا عشان خرم قد كده في جسمي رحت اشتريت جسمه جديده وعندي بابا وعندي ماما. رجع عيني عشان محرومه وربنا بلاهم ماشية وصلبة مفتوحة مكسوفة تقول لي شبشب بعز شبشب. بتقول لي سبحانك يا رب انت في نفس اليوم ده كنت اتكلمت عن الآية اللي بتقول لا تنالوا البر حتى تكتملوا بما أحب حاجة لأي حد هي أدنى حاجة. الآية دي برضه ضربة خواطر. ربنا مش بيقول لك مش هتولد نفسك فيه من غير ما تنفق حاجة غالية عليك. يعني لما تيجي تطلع حاجة لله ما تطلعش حاجة أنت زاهد فيها. واتلوا علي النبأي ولدي ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل منها. ربنا مش بيقبل غير العزيز اللي ربنا العزيز. ما تجيش تجيب لي جزمه مقطعه ولا حاجه انت مش عايز تلبسها ولا لفت على العيله كلها وخلاص تعبت وتقول لي اني طلعها لله. سيدة عائشة رضي الله عنها برضه لما كانت تطلع فلوس لله كانت بتحط عليها عز. فسألوها ليه؟ قالت هي بتنزل في ايد ربنا قبل ما تنزل في ايد الانسان. ففكرة اطلع لله اللي انت طلع قدامي شفت منظر رجليها حصل جوايا صراع بين الاثنين شهوة الخير وشهوة البنت الطفلة اللي جوايا اللي فرحانة بالجديد صراع. وصوتك في ودني كل ما ابص للجزمة واحبها واقول طب انا اخد الجديده واديها المطبوخه ده حتى خرم مش هيفرق. الاقيه في ودني بتقول لي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون او جاي قبل الكيس اطلع بركتين حوار. قلت خلاص انا هتوكل على الله واضمن مخاطرها واديها الجزمه دي. حصلتها وانت ماشيه كده قلت لها بصي ده انا وماما النهارده نزلنا مخصوص نعمل لي مفاجاه.
ومش عارف اسوقي هيعجبك ولا لا. كنت عارفين البنات في سن واحد مقاسها الاثنين تقريبا زي بعض يعني. فالبنت بتقول لي من فرحتها خدت الكيسه وجابت الكلب ما يتقالش شكرا. هي قعدت تعيط قوي قوي. طبعا وهي بتتكلم البنت مامتها واقفه وراها مشهد صعب قوي. بتقول لي وانا لسه بطلع على السلم سمعت صوت الجزمه وهي لابساها. انت عشان ما عندهمش سجاد باعوا سجاد البيت عشان يسدوا الصوت للامام. تقول لي انت حتى ما استحملتش تدخل بيها لبستها وقعدت تخبط بيها. قلت لي دخلت وصليت وقلت يا رب لو انا قبلت بخاطرها اقبل بخاطري وفقني ادخل الكليه اللي نفسي فيها لو كملت. وقد كان ودخل الدرجه اسنان اللي هي نفسها. بس في نص تاني من الحكايه احلى من النص ده. ان البنت التانيه معاها برضه الدرجه اسنان. طب وايه اللي فيها؟ البنت لما خدت الجزمه وكملت قالت يا رب زي ما مريم فرحتني يا رب فرحها وحقق لها اللي نفسها فيه. هي قالت حقق لها ليه؟ ارد عليها الملائكه وتقول لها ولكي مثل ما دعوت. هي قعد لها بالاسنان والاثنين تقريبا نفس المجموع والاثنين تقريبا زملاء. الجمال في ايه بقى؟ الجمال في الحب في الله. مع احترامي ضحت بجذبه ب 200 جنيه ب 300 جنيه كسبت كليه لو جم قالوا لك تدخل الكلية اللي نفسك فيها وتدفع 1000 جنيه ولا 2000 جنيه هتدفع. منكم يدخل جامعات خاصة يدفع ده من قلبه. تاجر مع ربنا. من ذا الذي يكرم الله قدرا حسنا فيضاعفه. نفسي تجربوا ان انتوا تاجروا مع ربنا والله العظيم حب قبول ربنا في الارض جميل. عايز تبقى سعيد اسعد حد. عايز تبقى فرحان فرح حد. جرب تفرح اي حد ربنا هيفرحك. صدقني بمنتهى البساطه قانون سهل. فرح تفرح. ربنا يسعد ايامكم. جربوا الخواطر. من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله في جو المخاطر.